شاكيرا تتعرض لموقف محرج على المسرح. معجب التقط صورة لها من تحت الفستان وردت فعلها تلفت الأنظار. اضطرت النجمة الكولومبية شاكيرا إلى إنهاء أدائها على المسرح بعدما لاحظت سلوكاً غير لائق من أحد الأشخاص الذين كانوا يقفون في الصف الأمامي. وكانت شاكيرا تصور فيديو موسيقي لأغنيتها الجديدة سولترا التي تشاركها مع أنيتا عندما لاحظت شخصاً يصوب الكاميرا إلى فستانها بصورة جعلتها تشعر بعدم الارتياح. ولوحت شاكيرا في البداية لهذا الشخص بإصبعها كي تدعوه إلى التوقف، ويمكن رؤيتها عبر فيديو تحاول شد فستانها إلى الأسفل، لكن هذا التحذير لم يلجمه عن استكمال تصرفاته التي وصفت بغير المحترمة، الأمر الذي دفع شاكيرا إلى الانسحاب من المسرح. في البداية استمرت شاكيرا في الرقص وتجاهلت التصرف غير اللائق، لكن عندما لاحظت الأمر مجدداً اتخذت الإجراء الأكثر حزماً في هذا الموقف، فأوقفت الإنتاج بالكامل وغادرت المسرح. وعلى الرغم من تفاني شاكيرا في إنجاز عملها، إلا أنها هذه المرة وجهت رسالة مهمة إلى كل امرأة بضرورة التصرف تجاه أي موقف يقلق راحتها، وهي رسالة إلى معجبيها بضرورة توفير بيئة محترمة وآمنة. وحازت شاكيرا إشادة على موقفها الحازم، ولاحظ آخرون امرأة في الحشد قامت بالتحقق من المغنية لتطمئن عليها بعد انسحابها، وهو ما أظهر الفهم والتعاطف بين النساء اللواتي يجدن أنفسهن غالبا في مواقف غير مريحة بسبب تصرفات بعض الرجال. وعلى صعيد آخر، فقد كشفت سابقاً النجمة العالمية شاكيرا عن تعرضها لموقف مرعب أثناء تصويرها أحدث أعمالها الغنائية كابا فيسيا، وفق ما أظهره مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها في إنستغرام خلال الساعات الماضية. وظهر في الفيديو فأر يقترب من شاكيرا التي كانت مستلقية في ملابس حورية بحر وسط مستنقع مليء بالنفايات البلاستيكية. ورغم أن الفيديو وثق لحظات الخوف والرعب التي بدت على ملامح شاكيرا واضحة حيث صرخت بأعلى صوتها ما إن اقترب منها الفأر، إلا أنها أخذت الموضوع بروح من الدعابة ونشرت الفيديو مع تعليق قالت فيه: أمور كهذه تحدث حتى مع حوريات البحر. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.